بكم إلى آخر مستجدات الرياضة على قناة الحدث الإفريقي. حسب التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأجل بذلك الحسم حتى موقعة الإياب الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد خلال المواجهة التي ستجرى يوم الأربعاء انطلاقا من 8 مساء. أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة مساء يوم الثلاثاء استعداداته للمباراة التي ستجمعه بنظيره الجزائري اليوم الأربعاء، وأجرى الفريق الوطني آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب الشهيد الحملاوي، وذلك تأهبا لمباراة اليوم التي تسعى من خلالها العناصر الوطنية إلى تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي، وكذا ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم. وركز مدرب النخبة الوطنية سعيد شيبة في هذه الحصة التدريبية على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء الجزائر. قام وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي بزيارة إلى نادي تحيل القطري الذي سبق له الإشراف على تدريبه، وذلك بمناسبة إحرازه ثلاثية الكأسين والدورية. وقدم الناخب الوطني تهانيه لنائب رئيس النادي خليفة خميسي، بينما أهدى هذا الأخير ممثلا لضحيل قميصا للفريق تكريما لركراكي بعد نتائجه المميزة مع أسودي الأطلس. والتقى ركراكي بمكونات الفريق القطري مثمنا النتائج الجيدة التي بصم عليها النادي هذا الموسم، متمنيا لهم حظا موفقا في المواسم القادمة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز الرياضي، شكرا على المتابعة.